هذا يرضي عنا يا عبادة لا أصيب ما نطلب ما هو مولا مولا دحما ونبيه. يا أيها الحضور الكريم نمر إلى الروح الثالث وهو يتعلق في شهر رمضان المبارك. أيها الحضور الكريم الطبق الموالي هو أكلة كسكس عبدة. كسكس عبدة يتم طبعا يمثل اليوم افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان خيمة الثقافة الحسانية واللي اخترنا له كشعار النموذج التنموي الجديد في خدمة الثقافة الحسانية وعمقها الإفريقي، واللي نظمناها مناسبة عزيزة علينا أو عزيزة على كل المغاربة اللي هي مناسبة عيد المسيرة الخضراء المظفرة، واللي اخترنا لها يعني كضيف شرف هذو النسخ المتتاليات، يعني كل نسخة نختاروا لها ضيف شرف. هذه الدورة اخترنا لها دولة مالي الشقيقة، واخترنا عنا نقوصه في العمق الإفريقي من خلال المبادرة الملكية اللي كان طلق سيدنا نصره الله. كيف ما شفتوا عن كل الحمد لله نسخة تتميز، كل نسخة الحمد لله عندها طابع خاص من هذه الثقافة الحسانية، واللي كل مرة يعني نجيبوا فكرة جديدة أو نجيبوا يعني لمسة جديدة لهذا المهرجان، واللي هو طبعا فيه مجموعة من الخيام الموضوعاتية اللي تتكلم عن الثقافة المادية والندوات الفكرية اللي نتكلموا فيها على الجانب العلمي والفكري، والأفلام الوثائقية، مجموعة من الأفلام الوثائقية، السهرات الفنية والأمسيات الشعرية، هذا لأجل التعريف أو القوس في هذه الثقافة الحسانية اللي هي ثقافة عميقة يعني بحكايتها الشعبية، بشعرها، بسينماها، يعني كل المواضيع هي فقط خصنا نعطوها وقتها وخصنا نقوصوا فيها وخصنا نعطوها قيمتها اللي تستحق. نتمنى وإن شاء الله عنا نكونوا عند حسن الظن، ونتمنى وإن شاء الله عن هذا المهرجان يتطور أكثر فأكثر، وإن شاء الله نتمنى وعن ساكن الترباط وشركائنا يكونوا راضيين إن شاء الله عن هذه النسخة. بالذات عرفوا التقاليد زي تقاليد العروس، كيفاش تلبس لباسها وبحالاش الحيلي. العروس يعود عندها لبس خاص، العروس عندها لبس خاص بالنسبه تعود لابسه ملفف لكحال وعليها ملفه بيضاء وتعود دايره الحيلي، هما اللي حيلي العروس يعود خاص قالوا الديار منه الطربوش منه ياسر من الشيء اللي تديروا العروس خاص لبس العروس خاص موكب اللبس الثاني. العروس يعود عندها طقمها خاص بالنسبه للعروس سعود، هي ما تعود حاضره من البدايه مع المجتمع، هي العروس سعود الناس قاعدين ويعود اللعب يعود كمهرجان ذاك اللعب اللي يعودوا فيه الناس وكل شيء. سعود نقولوا نحن العروس تبرز في الليل، تجي العروس بارزه، تجي وقت من الليل العروس وتبرز، خاصه تجي هي والعريس وصحاباتها ويجوا وتبرز اللي خاص بها هي سعود فيه العروس قاعده فيه. بالنسبه للعروس هي اللي تختار ملابسها، هي اي حاجه بغاتها العروس هي اللي تختارها لراسها، إذا كان تشريها هاي تشري، إذا كان تشري هي اللي بغات تشري راسها، وثانية سلموا اللي راجلة يعود جايب لها مولي شي خاص به هو، شي خاص يجيبوا لها هي، هدية تاعتها هي مولي يجيبوا لها مولي هو خاص يجيبها لها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.